طيب احنا الان في الجزء الرابع في من الديزيشن 3 اللي هو بيحكي لنا عن الاوفر فيتنج والبرونينج او الاوفر فيتنج والاندر فيتنج وعشان نتجنبه كيف بنعمل برونينج. هلا ايش اللي يعني اوفر فيتنج؟ هلا لما انا باجي بكسر الشجره عندي بدي ارجع اكمل سلايد لورا. لما باجي بكسم الشجرة عندي متخيلين انتو هون انه احنا طلعنا في شجرة اللي هي كل هون كل اشي بالنهاية كان صفر، يعني 3-0 2-0، فكانت بيور، كل البرانشز كانت بيور. هلا هاي على داتا صغيري بالسلايد اوكي، تخيلوا لو عندي انا مثلا 200 مليون ريكورد ولا اكثر حتى، هاي كيف حيطلع حجم الشجرة؟ حيطلع حجم الشجرة كبير. وكم ولو سألنا إنه كم عدد النود في آخر في الليف نودز، كم عدد عشان نعمل بيور، بتعرفوا بالواقع حنوصل لنتيجة إنه قد يكون 1 أو 2 أو 5 بس من 200 مليون. فبيطلع كثير، بيطلع داتا، تطلع الشجرة كبيرة، تطلع النودز بيور بالنهاية بالآخر بس عددها قليل. ليش؟ لأنه أنا عندي حالات كثيرة جدا، وبالتالي الشجرة بتطلع تكسم 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 تكسم. هلا هذا الإشي مش 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 جيد، حتى لو إحنا علمنا إنه الألغوريثم لازم يعمل لعند النهاية، بس الحقيقة الواقع لا. هلا طبعاً أنتوا بتعرفوا إنه the more we split the higher the accuracy بتصير أحسن، ولكن الشجرة بتصير أكبر، بس مش مهم على فكرة بس الشجرة تكون أكبر. the more specific decision tree، التري تبعتنا لما تكبر كثير لدرجة إنه أنا في عندي، تخيلوا عندي 200 مليون ريكورد ولا أكثر حتى على فكرة بجوز مليارات، وروح أقسمها وتطلع الشجرة بالنهاية 1 ولا 2 ولا 20 تحت بيور، وقد تطلع برانشز قصيرة جدا بسرعة عملت عليها بيور، وبرانشز نزلت فيها ليفلز بجوز بالميات من الليفلز، وبيطلع تحت 1 و2 و3. ليه؟ هلا بنقول هاي الشجرة اللي بتطلع زي هيك، هاي الشجرة بتكون سبيسيفيك للداتا تبعتي، سبيسيفيك للداتا تبعتي، بس مش جيدي للنكس داتا. شو يعني مش جيدي للنكس داتا؟ معناته انا لما بدي اجي استعدل التري اللي بتطلع عندي على استعملها تو كلاسيفاي نيو داتا، او بيكونش ادائها جيد. طب ليش؟ طب بني انا عملتها على الاخر لانها كانت مدربة كثير على الداتا اللي قبلها، فهي سبيسيفيك للداتا اللي قبلها. فطبعا the more specific the less general، بنعرف هاي القاعدة. the decision tree will be too specific and accurate to the training data but becomes less accurate for a new data. Thus the tree now will not be able to classify the data that they didn't see. بكلمات أخرى، the data algorithm become too specific to the data we used in the training and cannot generalize. هذا بالضبط اللي بنسميه overfitting. Overfitting إنه أنا دربت الموديل عندي على data صار تأثار الدقة بجوز 100% أو قريبة عليها للداتا. وين الداتا اللي بين إيدي؟ بس أنا للداتا اللي تيجيني جديد بتبطل الموديل تبعي، ببطل إنه يعني generalization تبعه بيكون قليل، وبالتالي ببطل أداؤه مليح. طيب شو بمنع لو أنا نتخيل نرجع على الشجرة، نتخيل انه هاي الشجرة عندنا بدل ما يطلع لي 2 و3 والى اخره، خليها اوقف لعند ليفل معين وما يكونش بيور. ما تكونش بيور،
طب ولا كيف بدي اشتري؟ مش مشكلة، بنقول هون مثلا مثلا عندنا اثنين يس وثلاثة نو للهيوميديتي، وبالتالي انا بعمل probabilities. probabilities يعني مش شرط الداتا النمبر اوف نودز في الليف نودز مش شرط يكون على الاخر، ممكن اقول اعمله وقف لما يوصل عند 200 يعني يكون بكلبه 200 وقف بغض النظر انه بيور ولا مش بيور وقف. وانت لما تيجي تستعمل الداتا استخدم بالنهايه يقول اعمل probability يعني. هلا بالتالي هيك بكون الداتا مور جنرال. طيب بتقول لي استاذ طب هات نعمل مور جنرال كمان، هات لما بلاش اوقف هون، خلينا اوقف هون. طيب او بصير كلك طبعا لما هاي الداتا الشجره عندي صغيره اللي انا مرجيها، وبالتالي بجوز مشاكل المشكله. بس لما تقدر لما الشجره تكون كثير كبيره بدك توقف عند مثلا الليفل الثالث الليفل الرابع، وبعدين خلاص بتكيش ال 200 ليفل اللي تحته. هلا مرات انت يو ار مش اوفر فيتين، تعمل اندر، تعمل ايش اندر فيتين. فما بدنا لا نعمل لا اوفر فيتين. يعني وين بعمل اندر فيتين؟ اذا بعمل جنراليزيشن تو ماتش، يعني بمعنى اخر بوقف عند ليفل صغير، واذا بعمل واذا بدي اروح للاخر بعمل اوفر فيتينج. هلا اوفر فيتينج اوكيرز وين تراينج تو موديل ذا تريننج داتا بيرفكتلي. اوفر فيتينجز مينز بور جنراليزيشن. ذا تيست بيرفورمانس ريزلتس تيل اس هاو ويل اور موديل جنراليز. ف افضل شيء عشان ما اقدرش اعرف يعني ما اقدرش اطلع في نتيجه، او عشان ما اطلعش في نتيجه انه انا عندي لا اوفر فيتنج ولا اندر فيتنج، شو الحل؟ الحل اني اعمل نسموها اعمل تجارب صغيره على الشجره، بحيث انه او لازم اعمل برونينج. اول شيء لازم اعمل برونينج، اقص من الشجره اشياء عند ليفل معين، وهذا الليفل كيف بدي اكرر بناء على شو؟ مثلا try not to grow the tree that is large. اللي عندي كان large tree يعني to avoid overfitting، يعني كملش للاخر. بس وين تو ستوب؟ انا ما بقدر اعرف على انو ليفل اعمل ستوب. قدامنا طريقين، يا اما بنعمل بري بروننج او بوست بروننج. شو يعني بري بروننج؟ يعني اني انا اصلا بنتجي الشجره كبيره، وبوست بروننج اني بعد ما انتج الشجره بروح بقص منها وبقول بديش كذا وكذا وكذا. طيب البري بروننج يعني شو؟ يعني انا كيف بدي يعني بقدر اقول انه كيف بدي اسويها؟ انه لعند ليفل معين وقف، او بتقول له number of samples is reached، يعني في النود في اخر نود اذا مثلا وصل ظل 200 example وقف عنده خلاص. يعني ما وقفتوش عند الماكسيمم depth، وقفته قلت له لما توصل 200 تكملش تكفي. والبوست بروننج بعد ما نبني الشجرة بدنا نعمل شوية فاليديشن عليها ونشوف أنو اللي بنقص. وعلى فكرة البوست بروننج هو عادة اللي مستعمل. باختصار هلا أنا بدي أورجيكم فينو الداتا بتتقسم لثلاث أقسام. إحنا بنقسم الداتا تبعتنا لقسمين، اللي إحنا بنسميه تيست داتا والترينينج داتا. هذا إحنا واحنا نيجي ناخذ مثلا قديش عندنا نفترض انه 100 مليون، نيجي من كله خذ ثلثين الداتا للتريننج والثلث للتستنج. بس التستنج عشان يكون النتيجه النهائيه كيف طلع الموديل، يعني انه مليح ولا مش مليح.
هلا البرونينج اللي حكيت عنه هون، البرونينج هذا البوست برونينج، كيف بدنا نسوي؟ اني انا بروح على الشجره وبدي اكسكس منها، بدي اكسكس منها. هو الموديل جوا نفسه يعني الالجوريثم بروح بكسم التريننج داتا لنوعين، واحد بنسميه فاليديشن وواحد ترين. طلعوا بالضبط هيك بتصير. بتعطوا هال 100 مليون، ما 750,000 ثلثين الداتا من كله، او اقل 660,000 من كله، هذول تريننج وهذول الثلث الداتا طبش فيه اتركوا على جنب، ماشي؟ يعني طبش فيه للتريننج. طيب هو باخذ الداتا تبعك اللي هي ثلثين، يخبي منها شوية على جنب، خبيهم. ايش بيساوي؟ خبيهم على جنب. نفترض خبى 160، ظل عنده 500,000. باخذ هال 500,000 ببني منهم الشجرة كاملة. ليه؟ بعدين بعد ما يبني الشجرة بروح على كل نوت في الشجرة، ببلش من تحت، بروح على كل نوت في الشجرة بكون لو حذفت هاي كيف الدقة بتصير على 160 اللي هم الفاليديشن؟ كيف الدقة بتصير؟ أو ما تأثرتش الدقة، يعني نفس الدقة تقريبا. أو ممتاز، معناته هاي الشجرة، هاي النود إيش سوي فيها؟ قصة. روح على نود ثانية احذفها ورد، ارجع قيم على 160 اللي عندك على الفاليديشن داتا، كيف دات صارت الداتا؟ خسرت، بس خسرت واحد بالعشرة أو مش مهم، هذا قص النود، ظلك جرب على كل النودز، ظلك جرب على كل النودز. كل اللي لما تشوف إشي تأثر كثير، يعني نود لما حذفت صارت الأكيوريسي بتاعت الشجرة مش مليحة، لا معناته هذا خليه، هاي النود خليها تقصهاش. هلا بيطلع النتيجة انه راح كسكس للنون، كسكس للاشياء اللي مش مهمة، طلع الشجرة هالكد صغيرة والاشياء اللي مش مهمة مالها مقصوصة. على فكرة كمان اذا بدنا عشان نتأكد، بروح برد بخربش الداتا، خربش الداتا 150، يعني بروح هذول 600 الثلثين هذول، برد خربش الداتا ورد يقسمها ورد يجرب على ثلثين وثلث وشوف اذا بكسكس اشي ثاني وبرجع بخلص. هيك بتكون الداتا الشجره مكسكسه مكلمه برون، وتكون الشجره يعني محطوطه فيها بس الضروري بس. واحنا ليش بنستخدم التستنج داتا؟ لانه احنا بحاجه نشوف الموديل تبعنا قديش جاب في النهايه، قديش الموديل تبعنا جاب. فهذا هو الحكي اللي انا قلته، يوز فاليديشن تيست تو جيت ذا ايرورز استيميتس، عشان اشوف يحسب الايرور، انه لما بقص نود قديش الايرور صار. فور ايتش نود ان ان ذا تري بريتند ذات اول اوف اتس ديسندنتس نودز ار برون، تخيل انهم انقصوا، ذن كالكوليت ذا ايرور، وبعدين برون ذا تري ات ذا نود ذات يلدز ذا هايست ايرور ريدكشن، وظلك الحكي اللي قلته بظلك تعيد فيه عبين ما اي تطلع الشجره اقل من. في اسئله؟ فهمنا اذا شو هو الاندر فيتنج والاوفر فيتنج. قلنا الاوفر فيتنج ان اذا عملت الشجره بالكامل تطلع الشجرة مليحة أو تطلع الشجرة أدائها جيد بالنسبة للداتا اللي عمل عليها تريننج، بس مش شرط تكون مليحة للداتا القادمة. وإذا صغرت شجرتي بصير عندي برضو العكس، بصير تو جنرال. فأنا بين الأندر فيتنج والأوفر فيتنج لازم أعرف وين أوقف، وعشان أعرف وين أوقف أفضل طريقة أن نعمل بوست بروني، وزي ما حكيناها بنقسم الداتا على
فاليد او هو البرنامج بقسم الداتا لفاليديشن ولا تيستينج ولا تريننج. فاليديشن وتريننج وبصير بصير يستعمل الفاليديشن عشان يعمل برودكت. اذا في اي سؤال